أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله
فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة وما كان من المنتصرين وأصبح الذين
والعاقبة للمتقين من
فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصد بعد إذ أنزلت إليك ودع إلى ربك ولا تكونن من ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكافرين
أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا إن